إذن عنوان اليوم من خلال الملف حول دور الجمعيات والمنظمات غير الحكومية. نبدأ أعزائي التلاميذ من خلال المقدمة التالية. إذن يهدد تفاقم حدة التلوث بتدهور البيئة واختلالات توازناتها، مما أصبح يفرض على الحكومات ومؤسسات المجتمع المدني ضرورة القيام بثورة بيئية عالمية عاجلة. وفي هذا الإطار تزايد دور الجمعيات والمنظمات غير الحكومية على المستوى الإقليمي والدولي، إذ أصبحت تساهم بدور أساسي في توسيع أفق النقاش البيئي للتحسيس بالأخطار التي تهدد البيئة. أعزائي التلاميذ، سنشتغل على المحاور التالية. فما المقصود بالجمعيات والمنظمات غير الحكومية؟ وما هي أهم الجمعيات والمنظمات غير الحكومية الدولية؟ لن ننتقل أعزائي التلاميذ إلى المحور الأول، مفهوم الجمعيات والمنظمات غير الحكومية وتطورها على الصعيد العالمي من خلال النشاط الأول وكذلك النشاط الثاني. إذا النشاط الأول، مفهوم الجمعيات والمنظمات غير الحكومية، ثم نشاط ثاني تطور الجمعيات والمنظمات غير الحكومية ومهامها. إذا أعزائي التلاميذ، من خلال النشاط الأول معرفة مفهوم الجمعيات والمنظمات غير الحكومية من خلال الدعامة التالية. ما هي الجمعيات والمنظمات غير الحكومية؟ إذا المنظمات غير الحكومية هي مجموعة تطوعية. معنى تطوعية بأن الإنسان هي غير واجبة أو افتراضية، بمعنى الإنسان من تلقاء نفسه يكون متطوع للانخراط في هذه المنظمة غير الحكومية هذه المنظمة غير الحكومية لا تستهدف الربح، بمعنى أنها غايتها ليس الربح ولكن غايتها أبعاد بيئية بالدرجة الأولى. بطبيعة الحال لها أبعاد أخرى، قد تكون أبعاد إنسانية، ينظمها مواطنون على أساس محلي أو قطري، بمعنى محليا في البيئة التي نعيش فيها، يعني محليا داخل الحدود الترابية القريبة منا، وكذلك دوليا يعني إقليميا على مستوى إقليم المنطقة، وكذلك دوليا على مستوى الدول. بمعنى صيت هذه الجمعيات غير الحكومية قد يكون دولي ليس فقط محلي، مثال على ذلك جمعية السلام الأخضر أو إقليمي أو دولي، ويتمحور عملها حول مهام معينة يقودها أشخاص ذو اهتمامات مشتركة. بمعنى أن هذه المنظمات غير الحكومية أشخاص الذين بطبيعة الحال ينخرطون فيها أو الذين يقودون لهم مهام مشتركة أو مهام مشتركة بطبيعة الحال، غايات مشتركة، وعي مشترك، وبالتالي ينخرطون في إطار هذه المنظمة غير الحكومية، وهي تؤدي طائفة متنوعة من الخدمات والوظائف الإنسانية. إذا كما قلنا بأن هذه المنظمات غير الحكومية ليس لها بعد فقط بيئي فقط، ولكن حتى الأبعاد الأخرى الإنسانية والاجتماعية، وترصد السياسات، بمعنى تراقب السياسات الدولية وتشجع المشاركة السياسية على المستوى المجتمعي وغير ذلك. ويتمحور عمل بعض هذه المنظمات حول مسائل محددة من قبيل حقوق الإنسان أو البيئة أو الصحة أو المرأة أو الطفل. وقد تبلور، بمعنى تطور، مفهوم المنظمة غير الحكومية من خلال الوضعية القانونية التي كرستها له منظمة الأمم المتحدة، والدور النشيط الذي أصبحت توكله لها لحل العديد من المشكلات والتحديات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية. بمعنى أن الأمم المتحدة رصدت قوانين تؤطر هذه المنظمات غير الحكومية، وبالتالي هذه المنظمات غير الحكومية أصبحت لها سياسات من طبيعة الحال دولية سياسية وغير ذلك. أحيانا تكون معارض لبعض القرارات السياسية التي تضر بالبيئة، وكذلك قد تضر بمصلحة الإنسان وغير ذلك. وساد الاعتقاد اليوم أن هذه المنظمات هي الملجأ الوحيد في تنفيذ المشاريع الإنسانية في مواجهة عجز الدولة وشلل أجهزتها، وبالتالي فهذه المنظمات حتى كذلك الجمعيات
اليوم أصبحت يعني يعتبرها البعض بأنها حل، خاصة عندما أصبحت الحكومات عاجزة عن كذلك إنقاذ البيئة. عندما نتحدث عن بعض الكائنات الحية التي تهدد بسبب الانقراض بفعل إما الصيد المفرط الذي يعتمد على شبكات صغيرة ذات أعين صغيرة، وبالتالي تساهم في انقراض بعض الأسماك، وبالتالي هذه المسألة تعزز من انقراض بعض الأسماك وبالتالي تؤثر على التنوع البيولوجي. قد تزايد الدور الذي تلعبه المنظمات غير الحكومية على المستوى الإقليمي والدولي، وبالتالي إشعاع هذه المنظمات أصبح دوليا ليس فقط محليا، وتزايد تأثيرها عملية صنع السياسات والضغط على الحكومات وعلى منظمة الأمم المتحدة. مثال على ذلك منظمة السلام الأخضر التي تعارض مجموعة من القرارات الدولية، تعارض سياسات التي تنهجها بعض الدول في مسألة اصطياد بعض الحيوانات، وكذلك عملية الصيد التي أحيانا تستهدف بعض الدلافين وغير ذلك، وبالتالي مثل هذه الدلافين فهي مهددة بالانقراض. وبالتالي هذه المنظمات مثل منظمة السلام الأخضر فهي تسعى إلى بطبيعة الحال تجنب صيد الدلافين وغير ذلك، وجميع وكالاتها المتخصصة وكافة المنظمات الدولية. وإقرارا بالدور الذي تؤديه المنظمات غير الحكومية بوصفها جهات فاعلة في الميدان الدولي على عتبة القرن 21، اعتبر الأمين العام كوفي عنان ميلي أننا نعيش في حقبة لم تعد فيها الدول تسيطر وحدها على الشؤون الدولية، فتمت جهات أخرى تشاركها في ذلك، المنظمات غير الحكومية. كوفي عنان هذا أمين عام سابق لمنظمة الأمم المتحدة، إذن من طبيعة الحال تحدث على هذه المسألة بأن القرارات السياسية التي تتخذها بعض الدول على المستوى السياسي اعتبر بأنها ليست وحدها هي التي تتخذ القرار، فهناك من يعارض هذه القرارات، وهنا بصدد حديثه فقط إشارة إلى المنظمات الدولية. إذن كاستنتاج لما سبق من خلال الدعامة التي تطرقنا إليها، المنظمات غير الحكومية أو أجهزة المجتمع المدني يعني الجمعيات هي جمعيات مستقلة عن الدولة، بمعنى هي غير خاضعة للدولة، يقودها أشخاص ذو اهتمامات مشتركة، بمعنى كما أشرنا إليه اهتمام يعني مشترك موحد، بمعنى اهتمام على المستوى الاهتمام بالبيئة يكون من جميع الأطراف. كذلك تشتغل خدمة لأهداف إنسانية، إذا كما أشرنا أهداف إنسانية اجتماعية ثقافية إلى آخره، وتصنف حسب مجال نفوذها إلى دولية ووطنية. الآن أعزائي التلاميذ ننتقل إلى النشاط الثاني، تطور الجمعيات والمنظمات غير الحكومية ومهامها من خلال الوثائق التالية. إذا الوثيقة الأولى منظمة السلام الأخضر جرين بيس لحماية البيئة والسلم، إذا من خلال الصورة إذا ستوب كيلينج دولفين، بمعنى ضرورة التوقف عن قتل الدلافين. لماذا؟ لأن الدلافين أصبحت مهددة بالانقراض بفعل ماذا؟ بفعل الصيد البحري الذي تعرفه والذي تطور بشكل كبير، وبالتالي هذه المسألة تؤدي إلى انقراض بعض الأنواع من الأسماك وغير ذلك. وبالتالي هذه المنظمة هي منظمة السلام الأخضر تحارب مسألة قتل الدلافين وغير ذلك. إذا منظمة السلام حسب الوثيقة هي منظمة تطوعية غير حكومية ممثلة في حوالي 40 دولة بأوروبا وكذلك بأمريكا الجنوبية والشمالية وآسيا، ويصل عدد أعضائها حاليا إلى قرابة 3 ملايين عضو موزعين مختلف أرجاء العالم. تهتم منظمة السلام الأخضر بالدرجة الأولى بالقضايا البيئية على سطح الأرض، بحيث تهدف إلى ما يلي: حماية البحار والغابات، حماية البحار من التلوث، كذلك الغابات من سواء من الحريق، من القطع، من الاستنزاف وغير ذلك، المحافظة كذلك على الموارد والثروات الطبيعية، الموارد الطبيعية بمختلف أشكالها من ماء، من
من غابات وغير ذلك، وتنمية الطاقات المتجددة. معنى الطاقات المتجددة الطاقة الريحية، الطاقة الهوائية وغير ذلك، وغير ملوث والغير ملوثة للهواء، كذلك الحد من الأسلحة النووية. إذا الأسلحة النووية كما تعرفون عدة كوارث بسبب الأسلحة النووية، المفاعلات النووية، مثال كارثة التي شهدتها تشيرنوبيل أو منطقة أو كارثة تشيرنوبيل التي وقعت سنة 1986 بأوكرانيا، وأدت إلى من طبيعة الحال إلى يعني نشر بعد النفايات، عفوا بعد الغازات السامة التي تسببت طبعا في نشر سرطان بالمنطقة، تسبب في خلق حوالي 4000 حالة مريضة بالسرطان الغدة الدرقية. مثال أيضا على كارثة أخرى كانت وقعت باليابان سنة 2011 بسبب التسونامي الذي ضرب فوكوشيما اليابانية، وتسبب في نشر بعض الغازات السامة وتم نقلها إلى مناطق بعيدة. هذه كوارث خطيرة جدا بسبب النووي، وبالتالي المنظمة السنة الأخضر تحارب هذه الأسلحة النووية وانتشارها. كذلك من أهدافها التخلي عن استعمال المبيدات الكيماوية السامة. لماذا؟ لأن المبيدات الكيماوية لها أثر خطير وسلبي على البيئة، سواء على المستوى تلوث التربة، كذلك على المستوى تسربه إلى الموارد المائية وإلى الفرشة المائية في باطن الأرض. ثم ننتقل إلى الدعم الثانية، المنظمة أخرى بدورها تهتم بالبيئة، المنظمة العالمية لحماية الحيوانات البرية. إذن كما تشاهدون من خلال هذه الصورة، فالحيوانات البرية تتعرض لعملية القنص، وبالتالي كذلك على المستوى الدلافين يتم يعني سرقة خراطيمها وبيعها وغير ذلك، كذلك قتل بعض الحيوانات التي يعتبر الإنسان مفترسة وبالتالي يساهم في انقراضها. إذا جاءت هذه المنظمة طبيعة للحد من هذه التصرفات وهذه السلوكات التي تؤثر على الحيوانات البرية وتساهم في من طبيعة الحال في انقراض. إذا المنظمة العالمية لحماية الحيوانات البرية منظمة لحماية الحيوانات البرية غير حكومية تتوفر على فروع في 96 دولة، ويصل عدد منخرطيها عبر العالم إلى حوالي 4.7 مليون منخرط. تهتم هذه المنظمة العالمية بحماية جميع أنواع الحيوانات البرية خاصة المهددة بالانخراط. إذا هذا هدف أول، كذلك المساهمة في إنشاء محميات طبيعية للحيوانات البرية، كذلك حماية الغابة كوسيط طبيعي للحيوانات البرية من التدهور. لماذا الغابة؟ لأنها مثابة وسط طبيعي يحافظ لنا على مختلف هذه الكائنات البرية التي من طبيعة الحال التي تتخذ من الغابة موطن لها. ننتقل أعزائي التلاميذ إلى النشاط أو إلى المحور الثاني، دور الجمعيات والمنظمات غير الحكومية في حماية البيئة من خلال الدعامة الأولى والدعامة الثانية. إذا الدعامة الأولى الشبكة المغربية للبيئة والتنمية المستدامة. من خلال الدعم الأولى تأسست الشبكة المغربية للبيئة والتنمية المستدامة خلال الندوة التحسيسية المنعقدة بالرباط بتاريخ 20 أكتوبر سنة 2001 في إطار التحضير للمنتدى العالمي حول التغيرات المناخية تحت إشراف الأمم المتحدة بمراكش كوب 7. شاركت في تأسيس هذه الشبكة 38 جمعية تعمل في المجال البيئي وفي مجال التنمية البشرية وحقوق الإنسان. إذن كما تلاحظون بأن المغرب شهد نمو العديد من الجمعيات التي من طبيعة الحال تعنى بالبيئة وبالتنمية المستدامة. لماذا؟ لأن الإنسان من طبيعة الحال يخلق تنمية، ولكن هذه التنمية هي في غالبها غير مستدامة، غير متواصلة، بمعنى التنمية قد تمتد لسنوات لعقود، ولكن عندما نعود لهذا المورد قد ينقرض. بسبب ماذا؟ بسبب الاعتماد بشكل يعني سلبي على هذا المورد، وبالتالي يساهم في انقراض هذا المورد. مثال على ذلك الغابة مورد طبيعي، إذا استمر الإنسان في
من طبيعة الحال استنزاف الغابة وفي استغلالها بشكل مفرط، فهذه المسألة تؤدي إلى استنزافها. المياه كذلك، المياه إذا عمل الإنسان على قام بعملية السقي من أجل من طبيعة الحال خلق فلاحة تسويقية وتصديرها وغير ذلك، بالتالي فهو يركز في استغلاله على الموارد المائية، على الفرشاة المائية. وكما تعرفون بأن بعض المناطق في المغرب مثل منطقة سايس ومنطقة سوس بسبب هذه السياسة الفلاحية الموجهة نحو التسويق ساهم بشكل كبير في تراجع الفرشة المائية، وبالتالي الأجيال التي تعيش في الفترة الحالية تعاني من هذه المسألة بسبب السياسة الفلاحية التي كانت في بداية القرن 21، وبالتالي نحن نجني ثمارها حاليا. وبالتالي جاءت هذه الجمعيات للاهتمام بهذا الشأن، بالشأن البيئي، بالموارد الطبيعية، وكذلك بالتنمية المستدامة. المحور او لا عفوا الوثيقه الثانيه اهداف الشبكه المغربيه للبيئه والتنميه المستدامه. من اهداف هذه الشبكه المغربيه، تسعى الشبكه المغربيه للبيئه والتنميه المستدامه لتحقيق الاهداف التاليه: العمل على حمايه البيئه من المخاطر التي قد تهددها والحفاظ على التوازن الايكولوجي، كذلك العمل على نشر ثقافه بيئيه ترسخ قيم المحافظة على البيئة وتسعى إلى تنمية مواردها وعناصرها، كذلك تطوير المعرفة بالأوضاع البيئية الوطنية والحاجات التنموية المستدامة للمجتمع المغربي، ثم كذلك البحث من عن المعلومة البيئية وإنتاجها قصد تعميمها واستثمارها في إطار تعزيز مقومات تنمية مستدامة. إذن هذا من طبيعة الحال من أهداف هذه الجمعية، مقتطفة من خلال القانون الأساسي للشبكة الوطنية للجمعيات البيئية والتنموية المحدث سنة 2002. إذن أعزائي التلاميذ، نخلص إلى الاستنتاج التالي. إذن تأسست الشبكة المغربية للبيئة والتنمية المستدامة خلال ندوة تأسيسية لمناقضة الرباط بتاريخ 20 أكتوبر سنة 2001 في إطار التحضير للمنتدى العالمي حول التغيرات المناخية المنظم تحت إشراف الأمم المتحدة مراكش. قد شاركت في تأسيس هذه الشبكة 38 جمعية تعمل في المجال البيئي وفي مجال التنمية البشرية وحقوق الإنسان. تسعى هذه الشبكة إلى تحقيق أهداف عديدة، منها حماية البيئة من المخاطر التي قد تهددها، كذلك العمل على تكوين وتطهير أعضاء الجمعية ذات البعد التنموي، كذلك عقد اتفاقيات الشراكة والتعاون مع المؤسسات والجهات المعنية. وبالتالي أعزائي التلاميذ، نخلص إلى الخاتمة التالية. تعمل الجمعيات والمنظمات غير الحكومية في مجال الحفاظ على البيئة ومواجهة أشكال التلوث. شكرا أعزائي التلاميذ على حسن تتبعكم، وإلى اللقاء.